حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جويريه عن نافع ان عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله اخبراه انهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليالي نزل الجيش بابن الزبير قال لا يضرك الا تحج العام وانا نخاف ان يحال بينك وبين البيت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق راسه واشهدكم اني قد اوجبت العمره ان شاء الله انطلق فان خلي بيني وبين البيت طفت وان حيل بيني وبين البيت فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه فاهل بالعمره من ذي الحليفه ثم سار ساعه ثم قال انما شانهما واحد اشهدكم اني قد اوجبت حجه مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر واهدى وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكه